في ناس ضد افلام السبكي، بس والله السبكي ده قائمة عليه صناعة السينما. هو كان بيحارب الإخوان هو ذكي بيعمل بيزنس وبعدين بيعمل سينما وبيعمل أفلام فنية، بيعمل أفلام كويسة. صدقيني أنا شفت مثلا ساعة ونص كويس، ساعة ونص حلو، الفرح حلو، كباريع يعني ليه أفلام. وبعدين ما تنسوش إنه أنتج حاجات لأحمد زكي زمان، وأنتج حاجات لا في حاجات زي ما بيعمل اللون الشعبي، زي ما بيعمل افلام بتاع. بس احنا يعني انا قريت مقاله لسه من اول امبارح، كان حد كاتبها في جورنال على زمن السبكي ومش زمن السبكي. انا كنت عايز اقول له حرام عليك لسبب، لان السبكي النهارده هو المغامر وهو اللي حابب السينما بجد، هو اللي مشغل وفاتح بيوت ناس كتير جدا في السينما. انا اقول للسبكي مزيد من النجاح ويا رب تكسب ملايين ملايين عشان الصناعه تستمر، بس اقول له ايه؟ في وسط دول اعمل لنا مش عارف اعمل لنا ايه؟ يعني لازم يبقى فيه، لان انا عارف اهميه اخبار النجوم في توجيه حتى الفنانين وتوجيه